السلام عليكم، أعزائي الميلاد، أعزائي التلاميذ، بالنسبة للتاريخ والجغرافيا، بالنسبة اليوم الذي ندرس في مادة التاريخ، سنة أولى بكالوريا علوم اقتصادية. بالنسبة لمادة التاريخ نعرف أن البرنامج يعالج مجموعة من القضايا، والقضية الكبرى الأساسية التي يعالجها البرنامج هو التحولات الكبرى للعالم الرأسمالي وانعكاساتها في القرن 19 ومن القرن 20. ونعرف أن البرنامج ينقسم إلى عدة مجالات، مجالات أصولية ومجالات فرعية. المجال الفرعي الأول يتعلق بتاريخ العالم، المجال الفرعي الثاني يتعلق بتاريخ المشرق العربي، المجال الفرعي الثالث يتعلق بتاريخ أوروبا، ثم المجال الفرعي الرابع يتعلق ب المغرب. إذا بالنسبة للمجال الفرعي الرابع الذي يتعلق بالمغرب، فنعرف أن المغرب في المغرب يعني في ثلاثة دروس أساسية. الدرس الأول هو مرحلة القرن 19 اللي هو الضغوط الاستعمارية على المغرب ومحاولات الإصلاح، ثم بعده سيأتي الدرس الثاني اللي هو نظام الحماية للمغرب والاستقلال الاستعماري، ثم أخيرا الدرس المتعلق بنظام المغرب من أجل الاستقلال والاستكمال وحدة الترابية. إذا بالنسبة لليوم الحصة ديال اليوم سنخصصها لدرس نظام الحماية للمغرب والاستقلال الاستعماري. إذا فنعرف أن نظام الحماية للمغرب والاستقلال الاستعماري جاء يعني تزامنا مع مرحلة الضغوط الاستعمارية على المغرب، وأشرنا أن الضغوط الاستعمارية على المغرب وليست مجموعة من الضغوط على الدول على المغرب كما الدول الأوروبية، الهدف منها هو إسراع أو دفع المغرب إلى سقوط فخ الحمى. إذا كنتم يعني إذا كنتم تتذكرون آخر نقطة كنا قد وقفنا عندها في درس الضغوط الاستعمارية هي عوامل فشل الإصلاح، الإصلاحات التي أنجزها المغرب في عهد السلطان أبو الحسن الأول أو في السلاطين الذين يعني حكموا قتله السلطان محمد السلطان الموضع الرحمن، يعني فشلت تحقق النتائج المرجوة بها لمجموعة من الاعتبارات، مجموعة من الاعتبارات. إذا وضعية المغرب في نهاية القرن 19 هي وضعية يعني إلى حد ما يمكن أن نقول وضعية مسرية، يعني على وشك الانهيار وعانت مجموعة من الصعوبات. إذا بالنسبة لهذه الوضعية، ثم بعد ذلك انتهى حكم السلطان مولى الحسن الأول سنة 1290، ويعني جاء بعده الحاج الملكي حكم لفترة 6 سنوات، ثم بعده تولى السلطان مولى عبد العزيز السلطة مباشرة منذ مطلع القرن العشرين سنة 1900. إذا 1900 هي تاريخ بداية الدرس الأول لنظام الحماية للمغرب والاستغلال الاستعماري. قبل أن نتطرق إلى درس نظام الحماية للمغرب الذي هو يعني يأتي ضمن الوحدة الثالثة من البرنامج، قبل ذلك فيجب أن نشير أولا إلى أن نقف عند البوابة، يعني عندنا مصطلحين أساسيين، ونعرف أن المصطلحات هي العنصر الأساسي بالنسبة للدرس نظام الحماية، ثم المصطلح الثاني الاستغلال الاستعماري. إذا نظام الحماية كتعريف فهو يعني شكل من إشكالي الاستعمار فرض على المغرب بموجب معاهدة الحماية كيس المارس 1912، يقوم على نمطين على وجود نمطين من الإدارة، إدارة استعمارية فعلية يتولاها المقيم العام، وإدارة مغربية محلية يتولاها السلطان. إذا هذا بالنسبة لنظام الحماية، ونعرف أن أشكال الاستعمار هي متعددة. بالنسبة للاستعمار الاستعماري فيمكن أن نعرف هذا المصطلح على أنه غاية أساسية للاستعمار، وهي مصطلح يجمل ويلخص كل ما تعرض له المغرب من عمليات استغلال ثرواته الطبيعية والبشرية. هذا بالنسبة للبوابة. بالنسبة للنقطة الموانية فدرس تناول مجموعة من المحاور الأساسية، المحاور الأساسية في الوحدة. بالنسبة للنقطة الأولى تتعلق بالظروف الداخلية والخارجية المؤدية لتوقيع معاهدة الحماية، ثم النقطة الأخرى مراحل الاحتلال العسكري للمغرب والمقاومة التي واجهته، ثم النقطة الأخيرة أو المقطع الأخير ظاهر وأطار الاستغلال الاستعماري. إذا بالنسبة للدرس نظام الحماية والاستغلال الاستعماري
يتناول ثلاث مقاطع أساسية: المقطع الأول، المقطع الثاني، ثم المقطع الثالث. المقطع الأول بدوره ينقسم إلى نشاطين: النشاط الأول يتناول سياق فرض نظام الحماية المغربي، النشاط الثاني سنتناول فيه مضمون عقد الحماية. النقطة الثالثة أو النقطة الأولى في النشاط الأول في المقطع الثاني يتناول مراحل الاحتلال العسكري للمغرب. النقطة الرابعة أو النشاط الثاني يتعلق برد الفعل المغاربة تجاه الاحتلال، يتعلق بالمقاومة المسلحة للاحتلال الأجنبي. النشاط الأول من المقطع الثالث يتعلق بمظاهر استغلال الاستغلال الاستعمار، ثم اخيرا اطار الاستغلال الاستعماري. اذا كما تنظرون او كما تلاحظون ان هناك ثلاث مقاطع اساسيه بالنسبه للبحث. للاشاره فقط ان مساله المقاومه المسلحه هناك من يدرجها في هذا الدرس، وهناك من يرجعها الى الدرس هو المهني المتعلق بنظام الحمايه بنظام المغرب من وجه الاستقلال واستكمال هذه الترابيه، ويبدا بها كنقطة أولى في الدرس. بالنسبة لي أنا ارتأيت أن أضعها هنا لماذا؟ لأن المقاومة المسلحة يعني مباشرة انطلقت بعد توقيع عقد الحماية. جيد. بالنسبة للمقطع الأول الظروف الداخلية والخارجية والسياق إلى نظام الحماية. النشاط الأول سياق فرض نظام الحماية على المغرب. إذا تعرفون أن السياق العام، إذا نعرف أن أولا السياق التاريخي لدينا فيه مسألتين ونقطتين أساسيتين. النقطة الأولى تتعلق بالسياق التاريخي لوثيقة، نحدد فيها السياق التاريخي لوثيقة من خلال ثلاث أبعاد: المعرفة التاريخية التي يعني ذهبتم على رؤيتها وعلى استحضارها، ثم الحدث التاريخي أو الحدث أو السياق التاريخي لحدث، لحدث تاريخي مثل هنا حدث ديال نظام الحماية أو معاهدة الحماية. بالنسبة للسياق، تحديد السياق لحدث تاريخي، نقوم بذكر أو بإلحاق بمجموعة من الظروف التي ساهمت في إنتاج تلك الحدث. وهنا بالنسبة لحدث معاهدة الحماية لدينا فيها وضعين: الوضع الخارجي والوضع الداخلي. الوضع الداخلي بالنسبة للوضع الخارجي نعرف أنه يعني كان حلقة أساسية من حلقات تنافس الاستعمار الاستعماري خلال القرن 19 وقطع القرن 20، يعني تنافست عليه مجموعة من الدول من أجل تسوية نزاعاتها، وصارعت إلى عقد مجموعة من المؤتمرات لعل أكبر الفرق مؤتمر مدريد، ثم مؤتمر الجزيرة الخضراء، يعني لتسوية الدول، ثم الاتفاقيات الثنائية بين الدول المغربية، اتفاق ثنائي الإيطالي الفرنسي، اتفاق ثنائي الودي بين بريطانيا وبين فرنسا إلى غير ذلك. بالإضافة إلى ذلك يعني نقول على أن الهدف الأساسي من هذه الوضعية هو الدفع للمغرب للوقوع في يد الاستعمار الفرنسي. هذه الوضعية الخارجية. بالنسبة للوضعية الداخلية، الوضعية الداخلية أشرنا إلى الوضعية المستوى السياسي كيف كانت في نهاية القرن 19 وطلع القرن 20. بالنسبة للوضعية السياسية نحن نسمع الضغط الخارجي على فرض يعني وضعا داخليا فرضا تجدد الأزمة السياسية، ضعف الإدارة المركزية السياسية بعد وفاة الحسن الأول وتولي السلطان مولى عبد العزيز ثم بعده المولى عبد الحفيظ. ثم بالإضافة إلى ذلك هناك أزمة اقتصادية، أو أن المغرب عانى من أزمة اقتصادية خانقة، تردت في ارتفاع الديون، سقط في فخ الديون الأجنبية، ثم ارتفاع الأسعار. أضف إلى ذلك أن المغرب عرف وجود ثورات داخلية تطلبت أموال بائعة لمواجهتها واستنزفت قوى. إذا النقطة الأولى هي وضعية الداخلية والخارجية التي أدت إلى عقد معاهدة الحماية على المغرب. بالنسبة لي بعد ذلك يعني تم توقيع معاهدة الحماية من قبل السلطان مولى عبد الحفيظ، ثم السفير الفرنسي رينو بفاس يعني بكأس الأمم 1912. ويجب الإشارة هنا في النشر الثاني إلى
اهداف وبنود هذه الاتفاقيه وهذه المراحل. اذا بالنسبه لبنود هذه الاتفاقيه فهي جاءت لتهدف الى تاسيس نظام تنظيم المغرب، وهذا النظام يعني تقر فيه فرنسا بانه جاء ليقوم بمجموعه من الاصلاحات. هذه الاصلاحات يعني تنظر اليها الجهات الفرنسيه بانها نافعه. النقطه المواليه يقر عمون معاهدة الحماية على وجود المؤسسة السلطانية أو على احترام وجود المؤسسة السلطانية ومؤسسة الشريفة، ثم الحفاظ على المقومات الدينية الإسلامية للمغرب. النقطة الموالية تتعلق بالسهر على تنظيم إدارة مغربية محلية. ثم بالنسبة للنقطة الموالية تتعلق بسماح باحتلال المغرب عسكريا لضمان الأمن والهدوء. هذه هي أهم بنود معاهدة الحماية. القارئ البصير لهذه البنود سيستشف أنها نظريا تحافظ على استقلال المغرب. تبدو نظريا أنها تحافظ على استقلال المغرب، لكن الواقع العملي بعد تطبيق هذه وبعد يعني تعيين الجنرال او المقيم العام للمغرب الجنرال ماريشال بلقي او المارشال بلقي، يعني انذاك سيتضح الهدف الحقيقي من هذه المعاهده، حيث يعني تحولت الى نظام حكم مباشر ولم يكن نظام غير مباشر، يعني جاء للاشراف على الاصلاح على الاصلاح. هذا هو يعني النشاط المغربي. لما ننتقل الى المقطع الثاني، المقطع الثاني يتناول مراحل الاحتلال العسكري المغربي والمقاومه التي واجهته. تحدثنا في النشر المقطع الاول عن الظروف الداخليه والخارجيه التي ادت الى توقيع معاهده الحمايه المغربي، وركزنا فيه على الوضع الداخلي والوضع الخارجي، ثم بعد ذلك انتقلنا الى فحوى مضمون معاهده الحمايه. المقطع الثاني سنتناول فيه مراحل الاحتلال العسكري المغرب والمقاومه التي واجهته، انه بعد توقيع معاهده الحمايه ومن خلال بنود البند الاخر الذي ولد في صك الحمايه، بدات فرنسا يعني تشرع في تنفيذ تلك القرارات عن طريق الاحتلال العسكري، بالرغم من ان فرنسا بدات في خرقها يعني حتى قبل توقيعها. لماذا مثل الاحتلال العسكري لم يبدا بعد مباشره بعد توقيع معاهده الحمايه، بل بدا قبلها، يمكن ان تعود الى سنوات 1907 وبعدها. اذا بالنسبه للنشاط الاول مراحل الاحتلال العسكري للمغرب، اذا بالنسبه لمراحل الاحتلال العسكري للمغرب فتتناول عده مراحل او تتناول عده مراحل. اذا ولكن قبل ذلك لدينا هنا مصطلح الاحتلال العسكري، اذا كثالث مصطلح ضمن ادت، قبل ذلك يجب ان نشير الى مصطلح ماذا بالنسبه للاحتلال العسكري، فيعني المقصود به هو عمليات الاحتلال المغربي من قبل الجيوش الاستعماريه الفرنسيه والاسبانيه، بدات قبل توقيع معاهده الحمايه واستمرت الى غايه سنه 1934، اللي هو مراحل الاحتلال العسكري. جيد. اذا بالنسبه لمراحل هذه الاحتلال، مراحل الاحتلال العسكري المغربي مرت مجموعه من المحطات، المحطه الاولى كما اشرت اليها بدات قبل 1912، حيث وقعت فرنسا او احتلت فرنسا الشرق اضافه الى مدن فاس والرباط والبيضاء، يعني المناطق الاولى التي يعني احتلتها من الجهه الشرقيه. ثم المرحله الثانيه ما بين 1912 1914 سيطر مستمر على غرب جبال الاطلس والسهول الاطلنطيه، اي من خلال هذه المرحله الاخرى التي سيطرت فيها على غرب جبال الاطلس ثم السهول الاطلنطيه هنا.
جيد. المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة ما بين 1915 و 1929، احتلال القصير الكبير والمتوسط. متوسط. المرحلة الرابعة الأخيرة سنة 1923 1926، وسط مستويات الأرض الشمالية. المرحلة الخامسة والأخيرة تبدأ 1931 1934، تمكنت فيها من خلالها فرنسا وإسبانيا على احتلال مناطق الصحراوية وداخل المناطق التي يعني ضاقت إلى المناطق التي وصلت فرنسا وإسبانيا إليها على الدولة المالية على المغرب. جيد. إذا بالنسبة لنشاط آخر يتعلق بالمقاومة المسلحة للاحتلال الأجنبي، فنعرف أن مراسلة توقيع معاهدة الحماية اندلعت المقاومة المسلحة والتي يعني خاضها أو خاضتها جل القبائل المغربية والمؤسسية المسلمة، وتزايدت وتيرتها بعد يعني سنة 1912 واستمرت إلى غاية سنة 1934. إذا كما أشرنا إلى ذلك سابقا، لدينا مصطلح القوة المسلحة ومعاهدتها من ضمن المفاهيم الضرورية التي يجب أن نقف عندها. إذا أشرنا في المصطلح الأول نظام الحماية، المصطلح الثاني الصدر الاستعماري، ثم المصطلح الثالث مراحل الاحتلال العسكري، المصطلح الرابع هو المقاومة المسلحة، المصطلح الخامس معاهدة فاس المفاهيم الضرورية يعني توجد في الإطار المرجعي. جيد. إذا بالنسبة للمقاومة المسلحة، المقاومة المسلحة فهي مقاومة شعبية، مقاومة شعبية قامت بها القبائل المغربية في مختلف مناطق المغرب في مواجهة الاحتلال، ودامت من 1912 إلى 1934. إذا بالنسبة لمعاهدة فاس فهي معاهدة وقعت ب فاس في تنسيب مارس 1912 من قبل السفير ريلو من جهه فرنسا ومن قبل السلطان مولاي الحفيظ للمغرب، وهي التي اسست لنظام الحماية. جيد. واذا بالنسبه للمقاومه او رد فعل المغرب تجاه نظام الحمايه، ويمكن ان نقسمه الى يعني اربع مقاومات اساسيه. المقاومه الاولى هي مقاومه الجنوب، ونعرف ان مقاومه الجنوب يعني قائدها وقائدتها يعني القبائل او بلاد الشيخ العينين من خلال الابن الرئيس الابن الاكبر عن احمد الهباط، وبعده ربيع الحربو، وقاموا معركه المعتمد تستهدف 1912، الا انهم انهزموا في هذه المعركه وتراجعوا واستمروا في المقاومه الى غايه 1934. المقاومه المتوسط يعني قبائل الزيان تزعمهم محمد الزياني الذي تمكن من الانتصار في معركة الدفاع الفرنسي في معركة الهريك في 1914، وتمكن من السيطرة إلى أن استعملت فرنسا سلاح الطيران سلاح متطور، بعد ذلك قضت على المقاومة. المقاومة الريف وهي أشرف مقاومة كذلك من المقاومة الأخرى، تميزت بانتصار الريفيين في معركة الهوال، انتصار المغرب في معركة الهوال يوسف الثانية 21، وزعمه محمد بن كريم الخطاب. المقاومة الأخيرة هي المقاومة التي يعني استمرت إلى غاية 1933، هي معروفة بمقاومة الكاس الكبير والصغير، من خلال زعمهم عسو بسلام يعني زعيم قبائل الإطلاق. معركة النوافل 1933 يعني وهي مقاومة اضطرت فرنسا في محاصرة بجنة صغر، بعد ذلك تمكنت من القضاء على هذه المقاومة، تكون المقاومة المسلحة قد وضعت أوزارها وننتقل إلى مرحلة أخرى من تاريخ المغرب مع المعاصرة. جيد. إذا بالنسبة للمقطع الثالث متعلق بمظاهر وآثار الاستغلال الاستعماري، إذا تحدثنا عن مجموعة من المقاطع أساسية خصوصاً لبناء المعرفة التاريخية، لا بد أن نسير بشكل متدرج من نقطة إلى نقطة يعني كي يتم بناء المعرفة التاريخية. إذا بالنسبة لمظاهر الاستغلال الاستعماري، نعرف أن الاستغلال الاستعماري اكتسى أو خلف عدة
مظاهير وتجلى في اول سباق فلاحي نعرف ان النار المغرب يعني يتوفر على اراضي ويتوفر على مؤهلات ومقومات فلاحيه، كان الهدف الاساسي من يعني ان يكون الوجهه وجهه فرنسا. بالنسبه للسباق الفلاحي يعني تجلى في اقدام سلطات الحمايه على انتزاع الاراضي وممارسه الاستثمار الرسمي والخاص، توسيع الزراعات، ضغط الطابع النسبي التسويق. بالنسبه للاستغلال المنجمي نعرف ان فرنسا احتكرت ملاجئ الثروات المعدنيه وسيطرت على التمويل وعلى التصنيع والتسويق كذلك. الاستغلال الاخر هو ظاهر الاستغلال التجاري، نعرف ان المغرب يعني كان سوقا للتسويق المنتجات الاجنبيه، وبالاضافه الى ذلك ان المستعمر تحكم في المبادرات التجاريه مما ساهم في حدوث عجز في الميزان التجاري. المقهى المالي او الاستغلال المالي تمثل في كون ان الاستعمار خصص اموال ظاهره من اجل انزال مشروعه الامبريالي ومشروعه الاستعماري، وتمثل ذلك في يعني شركات رأسمالية كبرى، تمثل ذلك في إفقار المغرب وفرض ضرائب مشحفة على الشعب المغربي قصد يعني أن يكون أداة طيارة خدمة لمشروع الإمبريالي. إذن هذه أهم مظاهر الاستغلال الاستعماري، المستوى الفلاحي، المستوى المنجمي الصناعي، ثم المستوى التجاري، أخيرا المستوى المالي. واضح؟ جيد. إذا هذه الاستغلالات إن شئتم كان لها آثارا عميقا على المجتمع المغربي والاقتصاد المغربي كذلك، وبالتالي يمكن أن ننتقل إلى نتائج الاستغلال الاستعماري. بالنسبة لهذه أولى هذه النتائج، فنعلم أن الاستغلال الاستعماري خلف نتائج وقيمة على الاقتصاد والمجتمع المغربي. أولى هذه النتائج، أولا يعني ممكن أن نري مجموعة من النتائج من خلال مجموعة من النقاط، لكن يجب أن نقف فقط ونقتصر فقط على هذه النقاط الواردة هنا. أول نقطة تضمن إحدى التقليدية من جراء المنافسة، إفلاس عدة هدف متراجع مساهمتها في الصادرات، تحول العمال المغاربة إلى يد عاملة رخيصة في مصلحة الاستعمار الأجنبي والرأسمال الأجنبي، ثم أخيرا عانى التجار من الضريبة. إضافة إلى ذلك يمكن أن نقول على أن الفتح المغربي بدوره إضافة إلى الحرفيين عانى من الاستقرار وعانى من عزل تام حيث انتزعت أراضي، إضافة إلى أن الوادي المغربي بدورها يعني تحول ساهم وتحول العمال المغاربة فيها إلى عمال مجهورين في ضياعات المعدنيين، خاصة في المناطق الخصبة، في المناطق التي فيها يعني مؤهلات فلاحية كبيرة. بالإضافة إلى ذلك نقول على أن المغاربة عانوا عامة من البؤس والفقر والتهميش وفي أوضاع معيشية ويعني سكنية مزرية، كانوا يعني طبقة عمالية كادحة بالمفهوم الماركسي، والتي يعني سارعت إلى الانتقال إلى المدن الكبرى إلى المدن التي توفرت فيها شروط العمل او فرص العمل، وتكدسوا في عائشات التي الطبقه العامله المغربيه، الطبقه القرطبيه المغربيه، لكن يجب ان نشير الى ان في هذه الطبقه ستظهر الطبقه الاخرى المغربيه وسنتظهر الرفيقه، هي التي ستنتقل الى او هي التي تقود مسيره العمل الاخر الذي سياتي بعد العمل المسلح وهو العمل السياسي. إذا كإجمال للدرس نتضح أن الوضعية الداخلية والخارجية التي أدت هي التي أدت إلى توقيع معاهدة الحماية للمغرب، ونتيجة للإحسان العسكري والاستغلال الاستعماري تجلى فعل المغاربة في المقاومة المسلحة، وهي مقاومة ضاربة يعني حققت نتائج هامة رغم ذلك يعني أنها رغم توقفها أنها ستمهد لمرحلة المقاومة السياسي. إذن شكرا على حسن وجودكم وإلى فرصة قادمة بحول الله.